فرحة العيد لم تكتمل، هكذا يبدو المشهد في مخيم جنين. فبينما كان اللاجئون الفلسطينيون فرحون بصلة الأرحام حتى قرعت أجراس الكنائس وكبرت مآذن المساجد، ولكن هذه المرة لم تكن تكبيرات العيد، بل كبرت على الاحتلال الذي اقتحم المخيم جوا وبرا تحت ذريعة القضاء على المقاومين. فارتقى 9 شهداء في حصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود إصابات خطيرة. وتعالت أصوات التنديد بالعدوان عربيا وإسلاميا ودوليا، حيث دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جرائم الاحتلال في جنين، كما أعربت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في فلسطين عن قلقها البالغ من حجم العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم، وطالبت المنسقة الأممية الجيش الإسرائيلي بتأمين وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ المصابين. من جانبه دعا الأردن إلى تحرك فوري عاجل لمواجهة العملية الإسرائيلية بجنين، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية اقتحام المخيم جريمة حرب، في حين أكدت الفصائل في غزة أن سلوك الاحتلال يحدد طبيعة الرد. وأعادت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى الأذهان المعركة التي وصفت بالأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حين قرر الاحتلال اجتياح مخيم جنين ومدن الضفة الغربية عام 2002 في أعقاب عملية تفجير فندق بمدينة نطانيا داخل إسرائيل، وأسفرت المعركة عن استشهاد 60 فلسطينيا واعتراف إسرائيل بمقتل 24 جنديا. العملية العدوانية الجديدة جاءت بعد عمليات تحضير وجس نبض أمني وسياسي على رد الفعل الممكن والمتوقع الذي بدأ عمليا منذ زمن، كمقدمة لفرض المشروع التهويدي والتقاسم الوظيفي ضمن المخطط المعروف منذ عام 1997 باسم المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة وأن التحالف الحاكم بقيادة نتنياهو هو الممثل الرسمي لأطراف تلك الخطة.